خالد كم حارس مرمى؟ كونك انت يعني تحب الحراسة. ايوه حلو. كم حارس مرمى؟ بالي بتقول كونك حارس مرمى خلا اطيح ضحك. ايوه سجل ريموتادا. المساعد رايح للجمهور. حياكم الله مشاهدينا الاعزاء. مقدمه ما فيه الحلقه وايد صعبه للامانه من نوع نادر فما في مقدمه على طول. احمد حياك الله. حياك الله يا اخوي. مشكور يا حبيبي الله يحفظك. عرفت وايد تمام. تقدر ترد حق صاحبها. احمد نورتنا شرفنا اخيرا في تحدي 30 اخيرا من غير مقدمه. تفضل اطلع برا الحين. زي عشاء على الاكل. صح صح وايد الحلقه صعبه. عندك شيء تقوله ولا اروح حق اخوك؟ والله صراحه عندك. اخلص اتفضل. خالد حياك الله. بالعكس شرف فيكم. شنو هالهدوء؟ والله بالعكس يعني احنا بالمقدمه يا خالد. اي ما بنقول كل شيء الان. خلاص انا اطلب منك اتصلنا على الرسميه بس لمده 10 ثواني مع هالكاميرا. كواكم الله ويعطيكم العافيه ببرنامجنا. انا فخور اني لا بس دقيقه برنامجنا احنا. مو برنامج حتى بكمل سويته برنامجي. تحدي 30 يا مساعد ومتشرف اني معاك والله يا حبيبي. خلونا ندخل على طول بالرسميه. الفقره الاولى فقره ماذا تعلم. لاعبين عرب شاركوا بكأس العالم 2022 اللي بقطر. أشرف حكيم. حلو. سالم الدوسري. حلو. حلو. كنو. زياش. تفضل قول اللي كان يقصد. ياسين بونو. ياسين بونو صحيح. ياسين بونو. ياسين بونو. ترى أحب أنا ياسين. والله العظيم. يقولك بيطلع من إشبيلية. عندك خبر؟ وين بيروح؟ والله ما أدري لكن بيطلع من إشبيلية. بس يروح نادي أكبر. تحدي أكبر. لاعب عربي. يبا ربعنا الهيدوس. البلاهي. ونعم والله. عبد الكريم حسن. برافو عليك. حلو. سعود عبد الحميد. حلو افتحت وياهم. صحيح. باص في باص. اي صح ترى في باص يا جماعه. شنو باص؟ قلت لكم يعني انت الحين متوهق. نركب الباص. لا. فغاره هيك فغاره لا يغرك ساعات. ما ادري ودش علي رولكس انا. لا لا باصات. حلو انك تقول باس يعني انك تفتك من الجابه وتروح حق. حلو اوكي. حلو انا هذه نخليها للشديد الاول. ايوه بالضبط. أيوة. عندك مره واحده بكل سؤال. تفضل. ثلاثه شو اسمه؟ اثنين واحد. سترايك 1. المعيوف. برافو عليك. معيوف صحيح. ثلاثه شو اسمه؟ شعر رفيجنا القطري. واحد. سترايك 2. شسمه وشعر كمامة الكويت يوم العيد الوطني. حبيبنا. خوش مهاجم. احنا قلنا كل شيء بعد ما نعرف اسمه. اثنين واحد. سترايك 1 احمد لا تنسون الباس. انا؟ ايه ما في احد راح يغشش مهددينهم احنا هنا. باس. ماني؟ ولا مو داشين كاس العالم؟ ماني؟ مو عربي يبا ماني افريقي. مو مسلم؟ لا سوي شيء اشوفه لما يقول. بس افريقي بس انا ابي عربي. عربي؟ ايه خلاص اخذ الحين سترايك 2 انت الحين نرجع حق ثالث. لا تدش لنا انه يعني مسلم و... لا تاخذنا بالعاطفه. ما اكثر نظركم. لا وانه يشابهك. جاوب تفضل. ان شاء الله حاضر. شارك كاس العالم. ثلاثه اثنين واحد. سترايك 3 والنقطه الاولى تروح حق احمد. اسمع صفقه حق احمد لو سمحت يا شباب. استاهل النقطه الاولى. استاهل. هذا العادي مالي. صح. انا اعطيك سؤال بيسك حيل بيسك من غير شروط. اذكر لاعبين برازيليين حاليين يعني مو معتزلين يلعبون الحين. كيفك اي مكان. تفضل. نيمار. مارسيلو. مارسيلو شنو يلعب دور برازيلي شغال. شغال موجود لحد الان شغال زين. داني الفيز مسجون هذا طال عمرك. لا انسجن بس ما اعلن اعتزاله رسمي صح. ما اعلن. لا وباقي مين وموجود. يلا كاسيميرو. صح. فينيسيوس. أيوة جونيور. رودريجو. ايوه رودريجو صحيح. عندك فرناندو. فرناندو. فرناندو اشبيليا. ايه والله ما يقصده. والله فرناندو اشبيليا. ميليتاو. حلو. شو اسمه الضعيف هذا مالهم الجديد وين اي دوري وين نسيت شو اسمه. يلا انسى انت الحين اعطيت اللاعب حرام. سترايك 3 سترايك 1 تفضل.
ريتشارلسون ريتشارلسون نعم درسون باكيتا قفل باكيتا اللي بالنص صح وغنيه ويرقص اي صح. ثلاثة اثنين واحد سترايك تو أليسون سمراني ثلاثة تياكو سيلفا ايوه تياكو سيلفا برافو انا نسيت انا اعطيت ثلاثة اثنين واحد سترايك 1 الكساندرو ايوه برافو عليك تفضل شلون فرحوا معرد ما يبي خسر في عقاب ما قلت لهم في عقاب اي في جماعه في عقاب ما راح يقال لكم النهايه اللي على الخساره راح يجي العقاب فجاه بدون ما يحس لا انا بغشش الحين 17 لاعب نطق بيضتين على راسه الخساره لا 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 اهول اهول ثلاثه لحظه قاعد نضحك وهذا غشك من السوالف اثنين واحد سترايك 2 لا تنسوا لا انا وين لا توكا قدامي اوسكار لحين يلعب اوسكار لحين يلعب بالصين برافو عليك برافو عليك أليكس ليما ايوه برافو عليك بالسالمية صح انتوني برافو عليك تبع يونايتد برافو عليك شو اسمه اللي يلعب بالسالمية بعد ثاني صح برازيلي بس ناسي اسمه ما ادري والله فابيانو فابيانو شباب مشى فابيانو كان بكاظم والسالمية ومشى فابيانو اي فابيانو طلع بس ولا الحين يلعب فاجابته صح ما اعتزل فابيانو لخيخه يلعب تعرف الخاء هذه موجوده بلغة البرازيل يلعب تخلي لخيخه لخيخه لاعب ده وقف مسرج جوجل شيء تفضل لخيخه متوره يلعب برازيلي حي اكيد في برازيلي يلعب بالشارع لخيخه خيالي ما في ها سترايك 3 وتروح النقطة هذه حق أحمد حق أحمد سترايك 3 انت نطلع من الكرة الحين نطلع من الكرة ما عاجبك قاعد تخربط وابو عاجبك اعلام ابي اعلام دول فيها لون اسود حلو اي شيء نقطة سوداء بالعلم قول لي هذا هذا علم الدولة تفضل الكويت حلو مصر برافو الامارات صحيح مو زين جغرافيا كذك ما تبي تغششني؟ الله يكسر كيف يفكر هو اصلا ثلاثة اثنين واحد سترايك 1 الاردن صحيح ايجيبت قال سترايك 2 يعني غيرها انت غبي غبي وديني غبي انتوا مين واحنا مين سترايك 2 احمد خالد عندك فلسطين صحيح داوم اجتماعيات وايد اي انا عبتي حبي لها اليمن رغم الظروف القاسيه رغم المحن ثلاثة اثنين سوريا ثلاثة اثنين واحد سترايك 3 في باس مش تقدر تقول باس اي صح سترايك 3 والنقطة الأولى صفقوا على خالد يا جماعة يستاهل الصفقة الأولى إن شاء الله تفل السبحة معاك وتكمل الحين نطلع شوي من الجغرافيا ونطلع من الكرة ندخل على أبي أعمال كرتونية محلية وعالمية كيفك تفضل قتادة أبو نبيل حلو الله توي ستوري صحيح أم خماس كوكو قطعة 13 الفار شو اسمه؟ قول لي اسمه الفار طباخ ها؟ اي اي الفار يحرقها بالمطبخ تعال قاعد حط ماي جاوب بداله وانت اوكي؟ لا لا مو اوكي انا الحين راح اسمع لك واحد يغشش لك اي يعني انا ليش واحد؟ انا الحين معطيه ثلاث لاعبين تفضل هو عاد ان انت تغششه بس ما يعجبه ان احد يغششه مو عاجبه ويبي يفوز ام سعف يا مساعد ثلاثة مش كده النتيجة ما تسمع غشش أحد ولا راح أقدر ألم إيه لا لا ما يصير ثلاثة شو اسمه هذا النمل واحد النمل سترايك لا 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 سترايك وين أحمد عندك سبونج بوب أيوة الله خالد توم وجيري أيوة شكرا أنت قلت الفار أنا عبالي توم وجيري نخسر لا توم وجيري بارني أيوة افتح تيلي تبيز أيوة أكرها عدنان ولينا أيوة عبد الله البري عبد الله البحري لا شو اسمه جراندايزر ايوه بس باباي ملك البحار بالضبط
شمشون جبار. شكرا. في شمشون جبار هذا مو باباي ولا شنو؟ شنو شمشون جبار؟ شمشون جبار شخصية باباي. شو اسم الباباي؟ ما ادري والله بس انا مشيت لك اياها. يعني اه زين. اي تمشي. شيك سنافر. ايوه. سريع كراش. ايوه. كابتن ماجد. شكرا الوعي برنامج كرة فاقول كابتن ماجد. ايوه. بسام. لا هذا شخصية داخل. لا مو تشكيلة. وعمر ندري وليد حارس كابتن ماجد اي كابتن شنو كابتن هيمه لا هذا ما بشو بشو قاعد يخربط بس اي شيء المايك شغال وقاعد يجاوب 2 1 سترايك 2 بكت يا خالد شو اسمه ابطال الديجيتال ابطال السلاحف سلام دانك ايوه 7 غششوا سلام دانك 7 لا قاعد اسمع سلام بعد انت اوكي احمد رجع 3 هذا شو اسمه شارك واجون ما شاركي و... والله عشان غنيت راح اسبك اياها تفضل لانه ما شفت شكلك وانت قاعد تغني مفوت باي طريق روح يا رونكس قاعد يغني شاركي ما تمشي لازم يبا ما بالنقطة شيلها هذه تفضل كرتون 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 3 2 1 رايكون ريح 3 2 1 سترايك 3 توني قايل لا تنسى الباس قول باس لا نخليها حق حلو 2-2 اخر سؤال بالغياية اي نعم تحبون الشخصية هذه حيل الله يرحمها الله يرحمها مسرحيات شارك فيها الفنان الراحل غانم الصالح الله يرحمها بيت المسكون صحيح. قصر الرعب باي باي لندن اعرفهم انا بس ما اذكر اسامي هو هذه مشكلة الطاولة لا تغرك يا ب 12 دينار بس ذبحة ذبحة فيها ربكة مخيفة 3 2 1 سترايك 1 حرم ساحة الوزيرة معاهم هو كان؟ لا 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 معاهم كان موجود؟ اوكي تمام حرم ساحة الوزيرة شباب متاكدين؟ ثلاثة 2 1 سترايك 2 هو الكرة المدورة؟ نعم 3 لا دقيقة يا اخوي يلا 3 ثواني 3 2 1 سترايك 3 ورسميا خالد يقلب الطاوله على احمد بنفس الفقره ممتازة 3 اي بنفس الفقره اي اي إيه 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 لا لا نعود 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 مباراه ما تتوقع شيء طبعا منو اللي ب 3-2 خالد تختار اقلبهم عشان ما تعرف شنو تيشيرت بسم الله عشان معفس حسيت انه مبطل وايد وانه بين تيشيرت حلو قلت هذا هو تفضل ورا ورا خلنا الناس يشوفهم الله بنزيمة بنزيمة عاد مدريدية انا وخالد الله الله يا مسعود وزيل الله يا مسعود اشوف تيشيرت من قدام اقراه خالد بس بعد ادك من قدام شفته ابشر لا مو بنزيمة شوف فاينل كيف 2018 عرفت الجول اللي غلط فيه حارس كاريوس هذا التيشيرت هو الله الله انا انت مسعود وزيل تيشيرتك لا عادي معتزل من زمان لا لا عادي مسعود وزيل لا عادي كبير نحبه بس معلش يلا تشكر من اخوك مساعد من بابه سهل تشكر من بابه والله شخصية شايب ولا قاعد تفشل له لما تصير مريض تتحول ريال عود والله شكرا يا باموس يعطيكم العافية ويعطيكم العافية يعطيكم العافية يا باموس شكرا باموس يا جماعة احنا قاعد نصور بتاريخ 7/6 باكر تقديم بنزيما حق الاتحاد فانت استلمت تيشيرت بنزيما ايه وايد تمام يعني ومبروك للاتحاد صراحه خوش صفقه راح نكون موجودين هناك ان شاء الله احنا ودنا ني حياكم الله بس قلت تم بس عندكم يوم الجمعه انا اليوم عندي مسرحيه اخر عرض صح اي والله لا بس والله انا عشان كلمه سريعه انا فخور بالكره والرياضه السعوديه التطور اللي قاعد يصير والانجاز واللي قاعد يصير تحسه كانه قاعد يصير لنا كلنا يم يم ويم بعض والله لما ناس كاس العالم تو صار بقطر تحس بالضبط فاحنا فخورين وان شاء الله ميسي يروح الهلال ان شاء الله للاسف بس اعطيك يا جماعه حصريه انت يمكن ما تدري كنت بيروح انتر شو اسمه لوكيشن احنا استديو راح وقع رسمي مع انتر ميامي خلاص وقع خلص بس كيف حصل والله خسرانه خربت معه يلا يبا يلا يلا ميسي احنا كنا بنقص هذا فيديو سوشيال ميديا وننزله وموسيقى تحزن وخالد يمدح الدوري اخ شيخ احنا ما نوقف على نوقف الدوري مولع الدوري مولع والناس عندهم كريستيانو راح بودر جاي بالطريق بعد كانت يخلصوا مع الاتحاد لايق عليه عاد صحيح لايق عليه انت
يعني يوم شفته مع لنتي قلت هذه الصفقة صح، ما راح يضيع بينهم، ما راح يا ما يصير بتشيلسي هو يوم كوفازيتش بالانتي صح. مش رضا تكر دش كانشي صفقة خيال ويشريهم كوفازيتش. حلو ندخل فقرة ثانية، فقرة المزاد. اسمع السؤال الاول، انا اسف على السؤال الاول بس والله مو انا حاط الاسئله، عاد بيخوي حاط الاسئله. ونعم السؤال الاول مالك زود، كم ممثل سبق وان شارك بجانب الفنان خالد المظفر في المسرحيات فقط؟ تقدر تذكر ب 30 ثانيه. بلش المزاد وذهب الوقت. 15 40 30 ثانيه 20 اوكي يلا 21 25 26 27 27 يذحل برنامج مزاد وشكلاني محمد سهيل يا لك خالد احمد يكسرون الرقم حين ثاني تفضل. 28 29 30 31 انت عارفهم انت عارف طبالك انت الحين دخلت مرحله انك انت بثانيه واحده لازم تقول اسمين. اي يلا انت مريض لسانك ثقيل ما راح تقدر تقول 32 بس 33 34 35 ايه ترى انت معي كل مسرحيات في اسامي مكرره مكرر ما ينقال يعني مثل معك 6 7 مسرحيات تقولها مره واحده بالضبط بس. 35 اوكي 36 37 37 يا حبيبي يا بيقول له روح عشان ياخذ روح بس عشان تاخذ النقطه تو تمرجع قاعد تفضل لا لا ما قلت لي شيء لا هو يروح لا شنو ما صار له ساعه يقول روح 37 هذا وقت كاهو 3 2 1 جو. حسن البلام، طارق العلي، عزيز نصار، عبد الله بهمن، إمام فيصل، مهدي دشتي، سلمان كايد، أحمد مظفر، محمد دوسري، زينب بهمن، منو بعد؟ حسين المهدي، حسين المهدي، منو بعد؟ مش تشتغل مع رمضان فهد البناي. خليه يكمل. وقف. وصلت 15 لحد. يا جماعة فقرة المسات صعبة فوق ما أنتم تتصورون، في لاج، في خليني أقول لكم شيء. هاي خلص الوقت وراحت النقطة الحين حق خالد، هذا النقطة حق خالد. اسمع في شيء اسمه لاج تحدي 30، هذا اي من يعني فقرة المزاد معروف. شو شو حب حب السؤال الثاني. الرياضة ملعب يا احمد اسف. اي رياضة؟ انت جاوبت اجتماعيات اعلام ومسرحيات. تفضل اخوي سعد. السؤال الثاني نرجع حق الكرة بس محلي. احمد كم لاعب كويتي معتزل تقدر تذكر 30 ثانية؟ بلش بواحد. اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة 11 15 الله بس قول له روح انت تبي النقطة وحسيتها 16 20 اوف اي ملعبة القديمة اي 21 25 روح يلا نبتدي 3 2 1 جو. مساعد الفوزان خلف السلامة نهير الشمري عبد الله وبران فواز بخيت بدر حجي بشار عبد الله جاسم الهويدي سمير سعيد نواف الخالدي خالد الفضلي محمد راشد طلال العامر عادل حمود علي مروي فهد الرشيدي رشيدي ما تنحسب فهد فهد الحين يلعب وبران وانتهى الوقت وراحت النقطة حق أحمد هذه فقرة المزاد طرابلسي ما ينفع تقول بس خسرت خلاص أنا سويت لك كمين أيوة رابع أنت الحين شيء تلعب سويت لك كمين خمستاعش نروح حق سؤالي بعده خالد كم مدرب سبق وأن درب نادي ريال مدريد تقدر تذكر 30 ثانية والله أي مدرب تاريخ ريال مدريد من 1902 لليوم اليوم ل 2023 واحد اثنين أربعة خمسة روح خمسة نعم. يروح نعم لا اثنين واحد جو بيريز بيريز أنشيلوتي أنشيلوتي زيدان شو اسمه مبلا اللي قاله مو بيريز رجع لا تساعد الله يخليك
ولا كلمة. أنشيلوتي لحظة الوقت وقت قاعد يقولك شكو فيك على أنشيلوتي وزيدان خلاص زيدان خمسة مورينيو حلو مورينيو فشلتنا كرة قدم كرة قدم ولعب سكة يقطع عليك بالمسرحية كرة قدم ما شفت شلون وراحت إيه وينك حلو أربعة باقي واحد كابل وبلغريني صح وايت في كيروش يلا بعد شوستر اوكي راؤول راؤول ما ادري تحت 18 صح والله برافو عليك وش معلومه ايه شلون تدري انت يبا انا اعرف انا ما تعطونا وين انت انا اعرف وما اعطيكم فرصه ايه مسكين والله يلا نروح للسؤال اللي بعده نروح بالرند الحين على ملعبكم الفن كم عمل يا خالد للفنان الراحل صلى الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه تقدر تذكر 30 ثانية سواء كان مسرحية أو مسلسل حلوين تفضل عمل خمسة خمسة ستة عشرة 11 12 13 15 16 20 21 قول 21 برافو خد تكتيك وايد عجبني خالد ثلاثة اثنين واحد جو عزوبي السالمية حيالة قاصد خير قناص خيطان الحب الكبير أبو الملايين على هماية فرعون باي باي لندن باي باي عرب الأقدار باقي 11 باقي والله عبالي قلت وايد عفور العافور راح أقول 50 وايد والله وايد والله وايد والله كم كبير تاريخ فهموا البقرة ستة يوسع خالد أوه ماي جاد دبل نتيجة صح خالد هروب خالد هروب ها يا خالد ها يا خالد ها يا خالد ها يا خالد ها يا خالد, هاي خالد. نرجع حق ملعبنا كرة القدم أحمد كم لاعب من فريق مانشستر سيتي حاليا تقدر تذكر 30 ثانية هالفقرة مطولة معنا ولا لا نطيحتني غير هذه باقي ثلاثة أي انتقاد بالأسماء أي انتقاد عندك عاد بيكا عذبي الفقرة هذه كم؟ اثنين خمسة ستة سبعة ثمانية روح ثمانية روح خالد فهم فقرة وأخيرا أوكي. أنت ما قدها مرجلة المرة ثلاثة اثنين واحد روح غريليش رودري برناندو سيلفا يا ساتر دي بروين كومباني لا كومباني هذا اعتزل زمان مو يعني صار له موسمين اوكي اوكي من شو يوم حط الجول اللي على وقف ما يصير يعني كمل كمل ما عليك معلومات حق الجمهور عشان لازم يعرفون معلومات يا احمد كون منو كوندي مال برشلونه شو اسمه اكي ما ايش اسمه اربعه أكي. ثلاثه اثنين ما يصير والله واحد لا ما يصير والله عارف ايه بويا ملعبنا معليش معليش لا ما لعب ببالك ما قال هو هالاند ما قال هالاند ما قلت تخيل محرز ما قال قاعد يصرخ محرز فخرنا مزعج اكثر من شوالي قاعد يصرخ وين اركز نروح السؤال اللي بعده كم مسرحيه مثل فيها الفنان عبد العزيز المسلم تقدر تذكر 30 ثانيه 4 5 6 7 روح سبعة يروح ثلاثة اثنين واحد جو زمن دراكولا قصر الرعب البيت المسكون البيت المسكون 2 بيت مسكون 3 بيت مسكون 3 عتابة الفريج مثلث برمودا باقي واحد مثلث برمودا تكفى وين الوقت الوقت كم سبعة ستة خمسة قصر الرعب لا قلتها خلاص أربعة ثلاثة برمودا شو اسمه الله لا ما يصير والله يا جماعة شلون شو الفقرة هذه باقي واحد قاعد يتكلم قاعد يتكلم قاعد يتكلم والله قاعد يشتتني ما يصير يا جماعة انتوا فقراتكم شلون بعد احمد ايش فيك مسرحية هالسنة السعر الاسود صح انت تخلي الواحد يقول زين خالد الحين النتيجة فتحت فالسؤال جاي اذا بيجاوب التزم الهدوء لا سمحتك ايش عقبه اكثر من شيء عصبيه ما عندي توكل على الحال السؤال بعده خالد كم حارس مرمى كونك انت يعني تحب الحراسة ايوه حلو كم حارس بالي بتقول كونك حارس مرمى خلا اطيح ضحك
لا قال كورة تحب معلومة يمكن خالد ما يعرفها. يوم من الأيام والله كتب من زمان كنت 7 سنين لعب سكة خالد طبعا قبل لا يضعف كان حارس صدته بلعب سكة الأبراج أقسم لك قوت عليه 12 جول من جول لجول أشوته بالأبراج كان بعد هو شري والشمال عنده تمام وكان مو ماخذين المنتخب زعلان لا مساعد قاعد تحطها على حراس يتذكر انه ما اخذونه زين ليش علي؟ بس قال الابراج جول كبير وكان متين ما يقدر يتحرك يمين يا خالد السؤال اللي بعده كم حارس مرمى سواء كان معتزل او حالي تقدر تذكر 30 ثانيه اي حارس ببالك بس عالمي لا تروح لي هني اوكي عالمي؟ أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قول جولي سيزر ويت خل دقيقة يبا شاف الحين ليش أول واحد جولي سيزر هذا السؤال خبالي بيقول كيسيس مثلا ثلاثة اثنين واحد جو جولي سيزر ديدا كاسياس بارتيز واندر سار شو اسمه باقي اثنين شنو منو بتقول اندرسون اي باقي واحد الخالدين او الخالدي عمك بافون ايوه ايش الرد ناطره شوف طلعت 18 ثانيه قلت خلاص حق شوف التحكم اي ما لعبه هو دب سيارته في 17 دس ما يلبسهم بس موجودين اكثر من كل هذا جد هذا مو قطه اي احد يشوفني والله تفضل طفاي عبالي بصج حارس مولع الدبه بالي قفازات ابو شيل قد الدبه كيف تسوي اذا بيسافر ماكو مكان جنات بس السؤال اللي بعده انا ببلش عند احمد كم اسم دوله نفس الفقره اخر سؤال كم اسم دوله في قاره افريقيا تقدر تذكر 30 ثانيه بس سهل ورني اثنين خمسة بلافنج سوها بلافنج بلافنج؟ يعني مثل ان انت فاهم وانت مو فاهم ستة ايوه سبعة ثمانية عشرة 11 روح شوف هو قايل معك ماين كيمز والله العظيم ساحل اثنين واحد جو ساحل العاج سنغال كوادور كوادور لا كوادور اي كوادور ساحل العاج جنوب افريقيا حلو شو اسمه بنين بنين صح ونعم من شن باقي أربعة أنت قلت 11 زايد عطوا نقطة خلصوني زين وين راحوا مصر جزائر مغرب تونس موريتانيا أنا ليش رحت نبل القمر هو ما يدري الحين علمه أنت خله يفوز علمه الولد مو عارف يقول لك مصر أفريقيا لا 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 عارف بس أنا عبالي إن ندخل فقرة الجرس الجرس مرة واحدة طول الفقرة فاستخدمها بالوقت الصح أوكي. وانت كذلك يا خالد تمام. السؤال الأول يقول ما هي الماركة الرياضية لحذاء أجلكم الله ليونيل ميسي أديداس أيوة صبقة يا جماعة تعال تعال الروح حق السؤال اللي بعده اعتبرون تجاوب اديداس على طول ليش اصلا بدون ما تفكر اي انا عارف انا شنو لابس جوتي شنو اديداس صح كلهم فوق لتحت اديداس بس انا عشان عرفت عين ايوه السؤال اللي بعده السؤال يقول اذكر مدرب غير كويتي سبق وان درب منتخب الكويت والله انا اي عادي عندك بار احنا ما عندنا مشكله انا راح اقول احمد أجاوب. عندك بار احمد قوران تمام تبي ترجع البار نرجع طب ترجع البار يروح عليك حقود لا برجع البار اي بار عطنا بار ارجع خالد مضفر اول خالد مضفر اول تعال ورني ما شفت مهني بس لو سمحت خالد يعني انت هني قدامك لوحه شلون شفت خالد تعال تعال يلا عشان المنتج احكم شوف شوف وجهه شلون جامد خالد شوفه صحوه يا جامد اي والله واخذ قبلك وراح تسحب النقطه من احمد وتروح حق خالد المضفر اذكر اسم حشره تطير خمسه دبانه اي بس دعوه خذلي
انت ليش يخاف؟ عرفت انا عايش مع منو؟ عرفت انا عايش مع منو؟ قاعد يفكر بالدباله. يعني لو فما بالك المسائل اللي فيها عمق وفيزياء وكيمياء همي. زين هذا السؤال الموعد حاط عليه بين قوسين صعب، والسؤال بملعبكم انتم يخصكم انتم. اذكر اخر مسرحيه شارك فيها الفنان سعد الفريد. احمد طنبور. خطا. نيو جبله. خطا. والجواب هو مهدي. تعرفه؟ لحظه. ايوه صح. فانتازيا. فانتازيا. نقطه حق مهدي. يستاهل. يستاهل قوي. يستاهل. راح اسال خالد. قوم خلي مهدي بس. حياك. راح اسال اللي بعده. كم عدد مجموع المسرحيات الذي شارك فيها الفنان احمد مظفر؟ مطلوب. لا قولي رقم. خمسه. خطا. شلون خطا؟ سته. خطا. شلون خطا؟ بس ما تجاوب. لا تجاوب. سته. عنده. خمسه. اربعه. ثلاثه. منو هذا؟ اثنين. واحد. يلغى السؤال. اربعه. اربعه. جواب سبع مسرحيات. شلون سبع؟ سعد سيرج عميق. قعدنا عليك نعرف كم مسرحيات. ست مسرحيات. سبعه. قولهم يعني. قول له سبعه. قولهم. نعم. خالد شو؟ ها. مع خالد. ايوه يبا شو مو مسرحيه. لا مسرحيه. مسرحيه خالد شو. شو اسمها؟ شو اسم المسرحيه؟ خالد شو. هي مسرحيه. اوكي بس انت قلت خمسه اول شيء وانت مو فاهم شو مسوي. خمسه بعدين قلت سته. يبا شو مو مسرحيه. اسم المسرحيه خالد شو. النقطه ما ودي نحسبها ولا احد. الراجل سؤال اللي بعده. هذا اسهل سؤال المفروض. السؤال اللي بعده. اذكر نادي انجليزي درب المدرب انشيلوتي. اضغط ما تخسر شيء. راضي خسران. قول. ايفرتون. ايوه برافو عليك. سجل ريموتادا. لا لا 11 4 شبه الاصابع. لا 6 6 11 6 6. اذكر اسم نادي سعودي يبدا بحرف الطاء. طائي. ايوه برافو برافو 6. من او ما هو اسم مالك شركة تسلا؟ لا صعب. سهلة جدا. شركة شنو؟ تسلا. سيارة تسلا. تسلا. نروح هنت. وهو الحين مالك تويتر. إيلون ماسك. أيوة. تفهمون عاد الذكاء هذا يسمونه ذكاء التسويق. نسوي روحنا مبوشين سؤال وبعدين نجيب بوكسات ونسوق حق الجمهور ونقول له والله ترى اللينك مال الموقع بالديسكربشن. معدي معدي. ايه. اكشن اكشن. واصل مرحله مالتك مالتك. اي ايه اوكي. ما نتكلم فيها. هذول اصلا هديه احنا جايبينهم لك حبيبي. عشان اللي خسران اللي خسران يعوض. ورمانيا. فالحين نتعاطف مع الخسران. اختار بوكس واحد منهم نطلع فيه سؤالين من فقره الجرس ونكمل فيهم الفقره. معلومات عامة بعيد عن كرة قدم. دوري السعودي، تشامبيونز ليج، دوري الاسباني، دوري الايطالي، دوري الانجليزي. تشامبيونز ليج. تشامبيونز ليج. نفتح تشامبيونز ليج. من هو اكثر حارس اسباني لعبة للمباريات في تاريخ دوري ابطال اوروبا؟ حارس اسباني. تير شتيغن. ماني تير شتيغن الماني. عندك كاسياس. ايوه العود العود القديس. السؤال الاخير بفقرة الجرس في هذا الموسم من دوري ابطال اوروبا، من هو هداف نادي ليفربول؟ في هذا الموسم؟ ايه اضغط مو انت مو خسران لازم بس مره واحده اجاوب؟ جواب واحد؟ صح بيسك جاوب بيسك بيسك بيسك. صلاح. بس خلاص شكرا بيسك. اوه صلاح راح ياخذ النقطة. احمد وكم صارت؟ حلو يعني احمد لحد الان على قيد الحياة. زين 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 زين. لو هذا السؤال ماخذها خالد كان انت باي باي رسمي. زين زين. 13-8. فقرة التعوية. لاعب الأول هو لاعب معتزل بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد، بروستون نورث، ريال مدريد، لوس أنجلوس جالكسي، ميلان. بيكهام. أيوة برافو. ناظرك تخلص. معدين معدين يا مساعد. اللاعب اللي بعده هو لاعب حالي يعني مو معتزل، بدأ مسيرته في دينامو زغرب الكرواتي، توتنهام، ريال مدريد، وبدأ له بلينكهام. خطأ. مودريتش. صحيح برافو عليك. وحط النقطة حق أحمد. اللاعب اللي بعده هو لاعب حالي بدأ مسيرته في سانتوس البرازيلي، برشلونة، باريس سان جيرمان. نيمار. أيوه برافو عليك يا خالد برافو عليك. معتزل بدأ مسيرته في روما،
وبس. توتي. برافو عليك، برافو عليك. لا في ريايل ما ينسوا. لا لا علموا علينا. مو نفس اي لاعب سكه. اللاعب اللي بعده هو لاعب معتزل بدا مسيرته في ريال مدريد، بورتو البرتغالي. بس مورينيو بورتو لعب، لعب ريال مدريد وبورتو قضى حياته كلها بريال. مبي. لا بس زين قربت على الاقل. ريال مدريد بورتو. لما يصير باقي 10 ثواني راح اعطيك هنت. ريال مدريد وبورتو. كاسياس. ايوه نفسه زين كاسياس قال مساع كاسياس. سؤال على نفس اللاعب سؤالين. اي لان راح بورتو وبعدين يلا هدوءك مو مطمن لك وبرودك. عندك الاسئله من قبل ناخذين. لا ولا شنو والله حش. انتهت متاخر على اللوكيشن ما يابا صح الاسئله. شو اللي انتهى؟ شوف النتيجه كم انتهت الحلقه ولا كل حلقه كامله؟ شوف لا 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 زيد زيد فقرات 17 زيد فقرات بدر المطوع 17 تعال الاسطوره 17 9 يا احمد. نسمع صفقه ونقول مبروك حق خالد المظفر. عطونا الميداليه رياضيا احمد. تلبس الميدالية حق فوق. لا ما ابي. لا ترى ما حد توقع ان انا بفوز. قال اكيد احمد المظفر. انا يبغى اقول لك شيء. انا توقعت احمد. اقول لك شيء. ارجع بالمونتاج. حلو. راح تشوف اول فقره. طيب. مغششه يمكن اربع لاعبين. عطني الميدالية حق بعدين. لبسه وصفقوا له يا جماعه بعد اذنكم. يا حبايبي. يستاهل خالد المظفر. واحد من افضل. تفضل. الحين ناتي عند. حاطط كلمه. انا اقول يا حبيبي قواك الله. الله يحفظك. مبروك. الله يحفظك. وان شاء الله اشوفك باعلى المراتب ان شاء الله. وفخرنا وفخورين فيك. لا 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 انتوا عيالنا. بوترني بعد الحلقه شخصيه الشايب. نروح الحين عند عقاب احمد المظفر. اه في عقاب. في عقاب احمد المظفر. تفضل. ممكن نشرح لك الحين العقاب شو صار. طلع يعني غبي. غبي وخواف. ايش هالحلقه هذه؟ حالاته ماكينه يقرع. احنا اسمع مزاج رياكشن نار. تقول انا بنقرعك واحنا مو عاجبنا اللي جاي يصير فيك. الشعر هذا غلط. واحد راح نوريك رياكشن ان شاء الله. تنزل الحلقه بعد تنزل ما بقى عليه شيء. خمسة ايام ان شاء الله تكون لازمه. يا رب. على العموم احمد وايد مشكور على حضورك. يعني وين ما تكون لازم تعطي جماليه للمكان. يا حبيبي. مشكور سعيد جدا باستضافتك عندنا. انا اللي سعيد يا حبيبي. قاعد انا خليت الموضوع شوي حتى بالجواب بعطيه جدا. والله انا اللي سعيد. انا قاعد افرشك عشان تمدحنا يعني. اي في طقه ثانيه شيء. انا اللي سعيد ومتشرف اني معاكم صراحه. يعني من افضل البرامج الرياضيه اللي موجوده بالكويت وبالخليج وبالوطن العربي. وانت تستاهل وفخر لنا. حلو التفاعل ترى من حطيت صورنا شلون الناس. صح. تحمست. يحبونكم. الحمد لله. الحمد لله. وانت الله يزيد. وانتم تستاهلون يا حبيبي. والله احنا نحبهم بعد صدق. حلو. بس انا اخيرا انت خالد اسمع جد ودك تسولف جد الحين؟ ما حسيت ان احمد بيطر اخر شيء ما ادري دش بالموضوع. لا خلصنا الحلقه. اي موضوع خلصنا خلاص. لا تنسوني يبا. هذا وين هذا؟ بعد تسوي؟ هذا اسهل انت تصل. والله تصدق بدال لا تقعد كذي. لا تصدق على وجهك انت. لا 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 يعوض. نشوفكم حلقات قادمة في امان الله. لا تعال. شيرتي بس. ايه مو يخلص البرنامج و للعلم ماكو شيء عندنا. ايه وش تبون؟ وبرا ماكو شيء.